داخل قاعة الاجتماعات بالإدارة الجهوية لوزارة الزراعة بولاية تقانت، جاء إشراف مستشار الوالي على انطلاق أعمال ورشة اتفاقية مختبر الأمراض والتقنيات الحيوية للنخيل ومشروع الدعم الجهوي لمبادرة الري في الساحل لتأطير منصة الفاعلين المتعددين في تقانت. تلعب الزراعة دورا محوريا منذ الأزل في اقتصاديات البلدان، ونظرا لهذا الدور تولي بلادنا أهمية محورية للزراعة بشكل عام ولزراعة النخيل بشكل خاص. وقد أولت الحكومة بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا لهذا النمط من الزراعة عن طريق خلق البنية التحتية اللازمة من خلال إنشاء مختبر الأمراض والتقنيات الحيوية للنخيل ومصنع لتعليب التمور وتوفير مياه الري عن طريق المضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية، وتوفير التأطير الضروري لرفع الإنتاج والإنتاجية، ووضع آلية للقروض الميسرة، فضلاً عن فتح الباب لإنشاء الرابطات التشاركية للواحات والاتحادات الجهوية الواحاتية المنبثقة عنها. العمدة المساعد للبلدية تشجع رحب بهذه الاتفاقية، داعياً منصة الفاعلين المتعددين إلى الاستفادة من هذه الخبرات التي تعتبر ولاية تقانت في أمس الحاجة إليها. باسم ساكنة بلدية تشجع نرحبوا بالمشاركين وبالضيوف الجايين لهذه الورشة اللي قطعنا انها مهمة، خصوصا في مجال النخيل اللي بلدية واحاتية، ونتمنى لهم ان شاء الله التوفيق في مهامهم. مدير مختبر الأمراض والتقنيات الحيوية للنخيل أكد أن هذه الورشة تندرج في إطار السعي الدائم لتطوير قدرات أعضاء منصة الفاعلين المتعددين للوصول إلى التسهيل المعقلني للمياه. احنا اليوم في تشجج في إطار ورشة تنطلاق أعمال الاتفاقية الموقعة، اتفاقية التأطير الموقعة بين مشروع الري، تطوير الري في الساحل ومختبر الأمراض والتقنيات الحيوية من أجل تأطير منصة الفاعلين المتعددين في مكونة تسيير المعارف من أجل استقلال مياه الري أحسن استقلال. المنسق الجهوي لمشروع الدعم الجهوي لمبادرة الري في الساحل ثمن هذه الورشة معتبرا أن المعلومات المقدمة خلالها هي ثمرة نجاحات خبراء في إطار تسيير المياه، خصوصا في الأماكن التي تشهد نقصا في المياه الجوفية. هدف المشروع هو انه هذه المنصه تشتغل اياك، تجبر ذيك تطبيقات جيده اللي تهدف الى تسيير المياه تسيير معقلا، اياك تنشر ذيك التطبيقات وتنشر ذيك انظمه الري على مستوى الولايه هون وداخل عند المزارعين، وترشد عليهم المزارعين ولعاتهم اللي تجبر تطبيقات جيده على المستوى الجهوي والمستوى الوطني، تقبلها وتنشرها داخل هذه المزارع وترشد عليها وتكون عليها هذه المزارعين. المشاركون في هذه الورشة سيتلقون تكوينا مكثفا يأملون من خلاله أن ينقلوا هذه المعارف إلى ملاك الواحات في عموم الولاية. عبد الله يوليسلم، الموريتانية، مدينة تشجع.